رجعنا معكم هلا تنخلص كل شيء. في يعني ما بعرف بس غيدا هيت عندها مشكله بالميكرو كمان شايف. طيب بهالوقت انا بكون عم كفي معكم هون. اذا بتتذكروا قلنا في عندنا كمان مشكله تقنيه اليوم نهار مشاكل التقنيات مثل ما انكم شايفين. بقى رح نعمل طريقه ثانيه، دائما بالمطبخ بضل في طريقه ثانيه وثالثه ورابعه، فلكل مشكله في حل. نحن مشكلتنا كانت بالميكسر، ما كان عندنا الشفره، بقى رجعنا هلا فكرنا بطريقه ثانيه ذكيه وحلوه كثير. هيك رح اعطيكم هيدي الفكره، رح نعمل اسكالوب كوردون بلو تكون هالمره بالفرن على شكل قالب. كرمال هيك انا اللي عملته هون انه شرحات الدجاج تبعي حطيتهم بجاط، اكيد كانوا منقوعين من قبل. رجعت بعدين حطيت الطحين يلي كان مفروض حطه، بتعرفوا وقت بتعملوا بانيه للاسكالوب بتبلشوا بالطحين، ترجع بتحطوا صفار البيض، ترجع بعدين تحطوا الكعكه المطحونه. انا عملتهم كلهم بهيدا الجاط، فحطيت اول شيء الطحين، رجعت حطيت صفار البيض، رجعت اخر شيء حطيت الخبز المطحون يلي الكعك المطحون يلي هلا كمان رح ارجع زيد شوي فوقه. هلا بخلطهم شوي ببعضهم هيك بخليهم، بعدين بس نرجع على المقلايه تنقليهم بياخذوا معنا لون حلو كثير. يلي رح نعمله فكرتي هلا طلعت فيها ابتكار، هيدا بس مني لكم. رح نبلش اول شيء نقليهم بالمقلايه بس تاخذوا لون شوي معنا. جبت انا جات بفوت معنا بالفرن، حنصف اول صف بهيدا الجات، نرجع نصف الجبنه اللي كان بدنا نصفها يلي هي جبنه الموتزاريلا اللي عندي اياها هون انا مقطعها شرائح. نصف كمان الحبش، صدورة الحبش يلي عندي اياها هون مثل جاتو. نرجع منحط بعدين منسكر فوقهم مع ما تبقى من الدجاج ومنفوتهم بالفرن تيطلع معنا مثل اسكالوب كوردون بلو بس معموله معنا بقالب. اوكي؟ كثير منيح. يلا تطبيق. لكن نبلش اول شيء طبقه اولى دجاج. قبل كل شيء تما تعلق معنا رح نحط شوية زيت زيتون على كعب القالب تبعنا. هيك مش أكتر ولا أقل. هيدا زيت زيتون نجا بعدين نحطه أكيد على كل كعب قالبنا. نرجع هلا بنصب الدجاج تبعنا. هلا على كل العجلة في شغلة لازم قبل نلونه. في عنا هون المقلاية، أنا رح بلش ضوي النار تحتها. يلا ثانية بس. أوكي هلا لكن منولع تحتها. أنا هون كنت محمى شوي الزيت يعني بده بضعة ثواني تيكون حامي معي وجاهز. هلا بسقط الدجاج فوقه. حط كل الدجاج فات برا نعطيه لون مره واحده. هلا ما بعرف اذا الكاميرا فيها هيك شوي تركز، فيها نشوف انه عندنا الكعكه اكيد لزقت من ورا الطحين ومن ورا اكيد الطحين وصفار البيض اللي حطيناه. نرجع هلا نقلبهم، بدنا اياهم ياخذوا شويه لون، بدنا الكعك كمان شوي يسمر عليهم. وشي انه عنا هول الشغلتين بنصفهم بالقالب مثل ما حكينا. اكيد لازم نحرك منيح كرمال كل الدجاج تبعنا ياخذ نفس الاستواء بنفس الوقت. بهالوقت عيوننا كمان على البطاطا يلي كانوا بالفرن من فتره، بنشوف شوي نطمن عنهم كيف صاروا. لا ريحة عن جد بتشهي. هلا هون زعبرت شوي مع انه كان عندي بعد كمان بندورة مفرومة من امبارح، قلت انا ما بدي هدر، ما بحب الهدر بالمطبخ تبعي، قلت انا فد مرة حنستعملهم نحطهم كمان على الوجه. ظهرت انا هيدا القالب من ربع ساعة ثلث ساعة، حطيت البندورة. دائما هيك راسكم لازم يضل عم يشتغل وقت تكون عم تطبقوا حيلا شيء بالمطبخ، لأنه دائما الريسيبي أو الوصفة هون. أوكي
الوصفه هون تتساعدكم، بس هيدا ما بيمنع دائما تبتكروا تزيدوا تنقصوا شغله تزبطوها على ذوقكم. بالنهايه الطبخ هو طبخكم لكم، واكيد كيان عن شخصيتكم. برجع بفوته شوي بالفرن قريب يخلص معنا. هون صار فينا نبلش نقلب الدجاج تبعنا. هلا اكيد لو عم نعمل اسكالوب بالطريقه العاديه هيدي بنرجع نفرجيكم اياها بحلقه ثانيه، بنكون عم نستعمل زيت نباتي، واكيد نعمل ديب فراينج مثل وقت بنعمل الاسكالوب بالبيت عنا عادي. بس بما انه حضرناها بطريقه ثانيه اليوم كرمال تعرفوا نتجنب ونتخطى هيدي اذا بدكم المشكله التقنيه، نستعمل زيت زيتون بما انه عنا صار كميه مهمه من الدجاج، وما بقى عنا نفس الهدف لانه نوصل الملمس لملمس اسكالوب كوردون بلو مثل ما كان، بما انه بعدين بده ياخذ وقته بالفرن. نقلي منيح اكيد الدجاج. هون اكيد عم نسمع منيح صوت الزيت كمان زيت القلي. هون مثلا عم نشوف شرح الدجاج صارت مزبوط اخذت لون بدنا اياه، بدنا كل شرحات الدجاج ياخذوا هاللون هيدا. كمان هيك بنضلنا عم نقلب. حنخليهم شوي على النار قبل ما نقلبهم، بهالوقت نحضر حالنا كمان تنجهز الفروت سالاد يلي هي الكارباتشو الفواكه الحمراء. نحن هون خلصنا من كل شيء، اكيد دائما وقت بنخلص من شيء بنشيله تما نلبك حالنا بالمطبخ، دائما اشتغلوا بتنظيم لانه هيدا الشيء بيوفر عليكم وقت كثير وتعب، وكمان نظافة وقت بعدين اخر شيء وقت تكون عم تنظفوا. هون في عندي لكان الاناناس المقطع فرجينا كيف قطعناه، في عنا الفواكه الحمراء المؤلفة من ريد كورنت بلو كورنت توت وشو عنا كمان الفريز. هون في عنا الفريز، هون في عنا اكيد موتزاريلا الصدر مدخن، بحطهم انا شوي على جنب لانه بعدنا عم نطبق الدجاج على النار. هون رح بلش كمان اقلب شوي دجاج، شفتوا لونه كيف هيك بلش يتغير؟ هيدا دليل انه شبه خلصنا شغلنا على المقلايه وحنصفهم بعد شوي بالجاط تبعنا. هون في عنا ملعقه للكارباتشو الاناناس، ملعقه ثانيه للكارباتشو الفريز. بقترح عليكم فكره هي نبلش قاعده تكون صفرة، نرجع نطلع شوي شوي بالاحمر ونخلص اغمق شيء مع الفواكه الحمراء. نقيت لكم هيدا الجاط اللي هو مثل ما انتم شايفين مبروم، منه غميق كثير تقدر انا اشوف شوي الالوان يلي بدها هيك بدنا شوي نلعب فيها. نبلش اول شيء لكن سكب الاناناس. انا شيء انه خلص سكب الاناناس، حنروح نحن وياكم على محطه اعلان قبل ما نرجع تنكفي خلطتنا. بدي اعتذر على العطل التقني اللي صار قبل شوي بسبب الصوت، وراح نخبركم عن كتابنا لليوم. الكتاب هو بعنوان Return a Palestinian Memoir للكاتبة والدكتورة غادة كرمي للناشر فيرسو باللغة الإنجليزية. الكتاب بيحكي عن الدكتورة والكاتبة غادة كرمي اللي كبرت ببريطانيا من بعد ما أهلها تم نفيهم من فلسطين المحتلة، وأكيد دائما عم تبحث عن طريقة لحتى ترجع من لندن إلى بلدها الأم وإلى أكيد موطنها الأصلي اللي هو فلسطين. بتبلش بتبدأ مع العمل كمان مع السلطات الفلسطينية، وكمان بتبلش بتفهم شو عم بيصير أو بتحاول تصير تفهم شوي شو عم بيصير بالبيروقراطية اللي موجودة ضمن إطار الاحتلال الإسرائيلي. وهون كمان لأنه بيصير عندها معرفة كتير بعدد من الأشخاص وعدد من الشخصيات بيشتغلوا بالحقل العسكري وأيضا بحقول عديدة كمان ببلدها بفلسطين، بتحاول كمان تشوف شو عم يصير بالقدس اللي هي اكيد محتله مثل كل او معظم الضفه الغربيه من المحتلين الاسرائيليين.
ايضا بالنسبه لتعاطيها مع السياسيين وكمان رفقاء الفلسطينيين وكمان معرفتها ببعض الجنود الاسرائيليين، بتصير بتتساءل او بتصير بتشوف شو ممكن يلعبوا ادوار كل الاشخاص اللي هن منفيين خارج وطنهم الام اللي هو فلسطين، وكيف ممكن يقدروا يحافظوا ويقدروا يحصلوا على مستقبل افضل لوطنهم، وهل في امكانيه للعوده؟ وهذا هو العنوان الاساسي للكتاب. رح نرجع نتابع هلا المحطه الاخيره ورح انتقل انا هلا لعند الشيف فريد ورشه ملح. هلو غيدو. هلو، وين صرنا؟ ويلكم باك، صرنا على الاخر. يلا على النهايه. أوه. هون اعطيته اللون للجيجات. اه. مثل ما عرفتي صار عندنا مشكله تقنيه بالخلاطه. البلندر الاحلى. اكيد دائما بس ريحتهم كثير طيبه. ايه طبعا اكيد، وطعمتهم بتكون كثير طيبه كمان. هيدا يمكن مثل ما بيقولوا البلان بي او الحل البي. ايه صح. بس مش معناتها ما حيكون اقل طياب او شهيه من من هي الطعمه وحده. مش بس حتى الشكل حيكون مهضوم. انتبه. ايه. مزبوط. هون لكن حطينا اول طبقه دجاج على كعب الجاط، نرجع هلا بنحط الحبش. هون عندي صدورة الحبش مدخنة، نحطها هيك منوزعون فيهم بيناتهم. هو بالعادة نحن بنشوف أكثر الكوردون بلو باللحمة، بس كمان في ناس بحبوها أكثر بالدجاج طبعا. هلا هي خاصة اللي ما بياكلوا كثير لحمة ما في قوانين، عرفتي؟ وبعدين بما انه بنشوف أكثر منها بكثير لأنه كوردون بلو تكون لحمة، قلت أنا فاض مرة نغير شوي. صح. نعمل هيك فتلة صغيرة نعملها بالدجاج. هلا في عالم كثير بينقعت الدجاج، تتبيلة الدجاج بحطوا ثوم، انا بلاقي انه الثوم بيخفي شوي كل الطعم الباقي، يعني طعمة المكونات الباقية كمان. آه هيك أوكي. ما حطينا ثوم. ما يحطوا ثوم يعني، انا ما بنصحكم تحطوا ثوم. هيدي اول شغلة. ثاني شيء انا نقع اليوم اعطيتها كمان فتلة شوي شرقية لبنانية، حطينا لها سماق. اوكي. اوكي بس بحب اذكر شو عملنا. اول شيء الدجاج قطعناه شرائح كبيره لانه على اساس بدها تقطع بالميكسر. نقعنا الدجاج بالملح البهار شويه زيت زيتون وسماق. تركناها هيك تاخذ على بعضها النقعه، وبعدين كان لازم نقطعها بالميكسر. هلا انا ما حكمل كيف تتحضر مع انه اليوم ما حضرناها بهالطريقه هيدي، وكرمال فرجيكم مره جايه كيف يعملوها. هون لكن نحن الطريقه البير عملناها، حطينا الشرائح بالمقلايه. اكيد اول شيء حطينا لهم الكعكه مع الطحين. وصلت الجبنه وهلا وصلت الجبنه. ايه. صح. بس تكمل قصه البانيور. ايه. او البريدنج تبع الدجاج، حطينا لكن اول شيء طحين خلطناهم مع بعضهم، رجعنا بعدين حطينا صفار البيض، رجعنا كمان خلطناهم مع بعضهم، رجعنا حطينا فوقهم اكيد الكعكه المطحونه كرمال نعطيها البريدنج، ويكون عندنا مثل اذا بدك انطباع اسكالوب. هلا مزبوط مش اسكالوب. ايه مزبوط. بس في هيك ريحه، ريحه الاسكالوب شوي بالاول. ريحه الكعكه مثلا. مزبوط. في عندك كمان قرقشه الكعكه. كرمال هيك تطلع معنا مهضومه كثير وطيبه. وطيبه لازم يعني. اكيد. ممنوع ما تكون طيبه. لا مرفوض هذا الشيء، وهذا اصلا ما بنشوفه عن كمان أكيد. باطباقك. هلا بنكمل نحط الطبقة الأخيرة. أيه. يلي ما تبقى من الدجاج نفردهم كلهم سوا. صح. الطريقة تكون موزعة. مزبوط. موزعة مزبوطة بالتساوي. بالتساوي. احنا بلبنان دائما كل شيء بنعمله بنعمله بالتساوي. مزبوط. ايه كثير لسوء الحظ مرات يعني. هون ها نكون خلصنا الدجاج تبعنا. اوكي بعد هلا بنفوته بالفرن. اوكي نحن لوناه فكرمال هيك ما بده وقت كثير بالفرن. صح. وش العامل الثاني اللي بخلينا كمان بكل ثقه ما نحطه وقت كثير بالفرن انه قطعناه شرائح هيك مش كبار مستوي كتير. تقريبا صار هيك شبه مستوي بس هو بعد بده بالفرن. ما تبقى من الجبنه كمان مش غلط نحطها على الوجه تدوب تطلع معنا هيك. قول انا بالجبنه دمور دمرير ما عندي مشكل، غرامه الجبنه تتبقى العالم عاده عن العالم يلي عندها حساسيات لكل شيء منتوجات فيها حليب عاده بعرف انه بتحب كثير الجبنه. هون ملحنا بهرنا هلا مفوتها بالفرن. بس قلنا له بنحب الجبنه حط لي بهاري عليها للجبنه. اوكي بس ماشي انجر. دغري عن جد ما حتحسي فيها. لا بعرف هلا بنقطعها مش مشكل. صح. ما جايين نجربك هلا يا فريد مش مشكل. لا 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 فيك تجربيني تعمل بدك اياه. اوه اوكي
دجاج نفيت بالفرن بهالوقت كنا نقول انه في فوطة في ضهرة صح. ظهرنا هلا البطاطا تبعنا بطاطا الطرية لأنه ما كان بدنا نعطيها قرقشة لأنه عندنا قرقشة الإسكالوب صح. ما إذا فيك تشمي شوي ريحة ما حطيت اللون ولا بهار ولا شيء لأنه عارف إنه اليوم غيدة مترأس الحلقة والجلسة والمايدة إيه اليوم بيعرف صار بيعرف إنه في أشياء شو بيراعيني شو صار. هلا بدنا نكمل تطبيق الكارباتشو. شوف قبل شوي لما كنت عم بتحط الإكليل الجبل تانية إنه هي بتزرعهم عندها على البلكون بس تنقطع شي نهار دغري بتدق لها تانية خلص ايه دايما جاهزه تانية على البلكون عندها اكليل الجبل ايه والله والله. وانا بحس قديش انت بتحب تستخدمه باطباقك كمان. هلا استخدمته بتصور مرتين او ثلاثه بس انه ايه لا انه ايه ما هيك لذيذ جدا عنده استحسان جدا جدا لذيذ. بنكفي بالكارباتشو تبع الفواكه بنكفي مع الكارباتشو الفواكه. اوكي هون بلشنا اول شيء طبقه اناناس نحن حنزيدهم بعد شوي. اوكي نرجع اوكي من بعده نحط الطبقه الثانيه. نحط الطبقه الثانيه اللي هي الفراوله. الفراوله اصحابنا ما بيقولوا اخواننا المصريين ايه مهضومه بنحطها بس انا ما راح احطها على كل عرض الجاط ليه تيبين كمان شوي الاصفر. اوكي فمنحددها تكون اكيد محصورة اوكي اوكي حط بعد شوي نشغلنا كل حواسنا اليوم هيك عم شمينا قبل شوي الدجاج مع البريدنج هلا هيك ريحة الفريز لازم انا ناس بحب دائما نشغل كل شيء في حواس ايه صح نرجع نلبس كفوف تا نبدا بالفواكه البرية بالفواكه البرية ايه السمرة نعطيهم كل حقهم كل انواع التوت في عندنا كل انواع التوت اوكي هذا اللي اسمه البلاك كرنت اذا له اسم بالعربي بس ما هو ال يعني منه توت مش توت لا بس توت نفس العائلة ايه صحيح من عائلته من عائلته ابن عمه للتوت ابن عمه بيكون اوكي انا هون حطيته بشكل دويرات ايه نضلنا دائما نعمل سبادي كيك مثل رافال لا شكل الصحن هون اكيد مسح شوي اوكي تما يكون عندنا بقع هون عندنا الريد كارنت كمان فينا نحطها هالشكل نرجع فينا نفرط كمان كم وحده نفرفطها ايه حتى شوي هيك حتى يتوزعوا يتوزعوا في عندنا التوت توت انا دايما بحب مثل ما هي بحب مثل ما هي بحجمها ما هيك صحيح التوت بيترقص انا بحب هيك ايه مظبوط بيترقص في عندنا النعنع انا باخذ ورقتين نعنع اوكي عشان نغير اللون كمان صح نحط الكرنت هيك اوكي اجى عندنا المرانج اللي عينك كانت ضاربه عليها ايه كنت عم تفرج أول عليه الحلقه ايه المرانج اللي سمر اليوم عامل برونزاج عامل له برونزاج اليوم ايه. عنه فصل صيف قلنا نحن ينحط على الجناب صح اوبا ايه بعده هلا لانه بعد هيك شوي طري بنزل دائما بده 24 ساعة تيكون جمد معكم مزبوط مزبوط وحتى بتصير طعمته اطيب كمان يعني المرانج كل ما بيبقى اكثر كل ما بصير اطيب مرانج عادة مشى بال 48 ساعة من بعد خبزة بتتاكل نحن هون هيك حطيناها تكون بشكل عم تتوزع مع الفواكه صارت فينا كمان مع انه كان عندنا لايم بعد باقي معنا قاعد معنا بالبراد فينا نحط لها كمان برشه لايم ايه هيدي لما هيك من الاول كانت عم تقترح اللايم ما هيك ضربت عينا عليها ايه جعبالها اوكي ايه خلص لكن هلا متلفلنا خليها تجي ايه صارت عن جد كل انواع البارفانات اليوم صح الفواكه رجع نحطها للتقديم اخر لحظه نحط لها شويه شاطيه يلا بعد عنا دقيقه لحتى دغري نظهر الدجاج لحتى نشوف الفينال خلص نشيل البصل من هون
نشوف الوصفة الفينال. اوكي. بتعرف عادة شو بيقولوا وقتها في دهج؟ يا ما يا ماما. وقتها في شيء بيصدم يعني. صح. بدنا نحط لك لحظة تبعيت ال اوبا. أو عظيمة. هلا فينا نعمل كمان رابيل. خلص وقتنا خلص كتير. فريد شكرا كثير شيف. ميرسي لك. بدك تحط شيء كنت على السريع؟ بس هيك. يلا ها. بندورة بس تنذكر بالبندورة. اوكي. موجودة. شكرا كثير. يعطيك ألف عافية. يعطيك ألف عافية. من بعد ما حطينا الريد كارنت وحطينا البلاك كارنت رح ننتقل هلا للكارنت افير اللي عم بتصير حاليا بالعالم واللي هي واللي هي اكيد بتخص لبنان. صح. بالتحديد كمان المحكمه الدوليه الخاصه بلبنان. مزبوط. رح ننتقل هلا لحتى نكون مع نقل وقائع للمحكمه الدوليه واكيد نحن بنشوف شيف فريد بكره ان شاء الله وكمان نحن بنرجع بنشوفكم الساعه 10 بكره بتوقيت بيروت بعالم صباح جديد. باي. راح بتفسر وترفيل